انت مالك ذنب، هي ام وليد. وليد والله ما بتعرف تحكي. ايش قد عمرها؟ وليد 22 22 سنة. 22 سنة يعني من 2018 لحد هاللحظة هذه، ايش قد سنوات راحت منها؟ كم سنوات راحت منها؟ طيب وبعد شنو تشوفين؟ شنو تشوفين بعد؟ هو يعني شو اسمه هو؟ لا شنو يجوا ما تعرفين اسمه؟ غير على الاقل الضيفينا سمي لامته الضيف يسوي له غداء عشاء ياكل هو لو ما ياكل؟ لو يجيب عشاء وياه شلون هديت عليه من ذنب شلاب يعظه؟ حبيبي هذا كله وهم بوي، هذا كله وهم، ماكو شيء. الحمد لله والشكر، صدقين الجن ما يتقرب للإنسان أبدا. هذا هم زرعوا بداخلك، زرعوا بداخلك، فأنت ظليت تصدقين 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 لحين ما وصلنا هيك مرحلة. راح نتخلص من هاي الأوهام كلها وترجعين لبيتك بإذن الله. شو اسم أولادك؟ شو اسمهم؟ ولا واحد؟ ما عندك؟ عندك بنات لا ولد؟ ما عندي. بنات؟ لا. لعد ولد؟ ما عندي ولد. كم ولد عندك؟ كم ولد؟ ما أتذكر. ما تتذكرين؟ شو أكثر شيء تحبينه؟ خواتي. تحبين خواتك أكثر شيء؟ وأمك تحبيها؟ لا أعرفها. ها؟ ما أعرفها. أبوك تحبيه؟ بعد شنو اللي تحبينه؟ شنو أكثر شيء؟ تعرفين طبخين؟ تعرفين طبخين؟ شو تطبخين؟ شنو تسوين؟ شنو الطبخ؟ لا تعرفين لوتية بس انت ضامة علي. شو تعرفين؟ شو تطبخين؟ الله أكلة أم التمر لو. وبعد شنو تسوين؟ كيك؟ حلو؟ بعد ما حيضربش والله بعد أنا ما يربطوني أبدا 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 أبدا، لا حد يربطش واحد ولا كل شيء. احنا بإذن الله باشر راح نروح للمستشفى، أوكي؟ سمعيني؟ سمعيني؟ وأنا راح أكون المشرف، أنا راح أكون المشرف، ما حد راح يوصل لك ولا حد راح يطخش. نطلع نشتري ملابس، نوديك في الصالون، نسوي شعرك. شنو تحبين بعد؟ نسوي ظافرك؟ يا لو تحبين ظافرك؟ تحبين لون أحمر ظافر؟ والشعر يا لون؟ يا لو تحبي أسود؟ أي شعر الأسود وظهر حمر وملابس. شنو تحبين أكثر شيء؟ تحبين يعني تحبين مال البيت لو ملات؟ يعني ملات البيت لو بعد إذا صرت زينة أوكي بعد ماكو مشكلة. مو ما حد يضربك، أنا وعدتش خلاص، أنا وعدتش بعد والله ما حد يضخش أبدا. هاي كلها ننسى، كلها ننسى، ماشي زنوبة؟ أوكي بس راح نجيب لك اطفال. شو تقولين ما اعرفهم دول يا اولادك؟ اوكي شو اسمهم؟ شو اسمه الكبير؟ ما شافته. الكبير شنو اسمه؟ ما شافته. ما شافه جهالك؟ لا. اجيب لك اياهم؟ اجيب لك اياهم؟ ما يقبلون. ما وين جهاله؟ لسه جابوهم. هو ابوهم ضربوه. هم ضربوش ابوهم؟ هذا